الانجليزي. مين بيعمل اكثر مثلا هار كلمة وين مثلا اذا ركبنا هاي بهاي راح وكانت صح ومين بيسوي اكثر مين بيسوي اكثر بيفوز وراح يشاركنا بابا يلا يلا حرف يلا بسرعه ان أربعة كتل معناتها إبريق إكس إل إف ليدر اللي هو سلم صوت خمسة ستة فوت سنتي أن حرف الإي إج معناتها إيش؟ شو معنى إج؟ إيجل إج بيض بيض مش لج هذيك لج صح إكس راي إف إكس راي تصوير أشعة إكس راي تي تنت شو هي تنت؟ شو هي تنت؟ خيمة ايربلين ايربلين معي ايربلين طيارة لا ياها لا في اخرى وركاتي لا هذا فين اللي بابا تسرج لا والله انا ايس كريم هذا اللي نور كله تبعوني والله تبعوني انتم حرفتين وين الكيو كيو انا صوت مربع جي جيفت سلمى 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 لا انا جيفت شو معنى جيفت يا ابني مين سوى المربع مين عم تسرق والله لا فاخذ المربع انا مين سويته شفت مين سوى المربع وين ما فيش بابا سافر مبروك شوي انا هاي جيفت عيد احنا منسحبين